يستعد فريق من المظليين لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال قفزة جماعية في ولاية أريزونا الأمريكية. يطمح الفريق لإنجاز حركات بهلوانية صعبة ومعقدة في الهواء خلال 80 ثانية هي مدة القفزة. وكان الفريق عينه دخل موسوعة جينيس عام 2006 لأكبر عدد من المظليين، حيث ضمت المجموعة 400 شخص. يصادف هذا العام الذكرى 20 لتأسيس هذا الفريق الذي يضمه أعضاء من 28 دولة.